معانا الكابتن سيد عبد الحفيظ على التليفون. مساء الخير يا كابتن سيد، والف مليون مبروك وعقبال النهائي ان شاء الله بتاع افريقيا. الله يخليك يا كابتن ايمن، وتحياتي ليك وكابتن شريف وكابتن علاء وكابتن اسامه وكابتن عادل. مبروك يا كابتن سيد. مبروك الف مبروك. الحمد لله، الله يبارك فيك. كلهم بيباركوا لك يا كابتن سيد، كابتن شريف وكابتن علاء وكابتن اسامه وكابتن عادل مصطفى. الله يبارك فيك، الحمد لله على كل شيء. احكي لنا ايه الاجواء النهارده ووجود مؤمن زكريا معاكم والاحتفاليه الكبيره اللي كانت موجوده النهارده. يعني الحمد لله طبعا يمكن سنه برضو طويله جدا جدا في عدد ايامها وعدد مشاركاتها بالتاكيد، لكن الحمد لله رب العالمين ربنا كفانا بيها في الاخر. يعني اتحققت يعني نتائج كويسه، اتحققت فيها ارقام مقبوله جدا. اللعيبه كلها بشكل هايل جدا ادت نفس الموسم الى لحد كبير كويس من البدايه للنهايه، يعني في سيطره وفي تقدم وفي ايجابيه في النتائج الحمد لله رب العالمين، عكس السنه اللي فاتت. يمكن بدايه السنه اللي فاتت ما كانتش كويسه قوي، لكن قدرنا ان احنا نرجع في النهايه. السنه دي كان الامر مختلف من البدايه للنهايه. يعني طبعا مرت شويه ازمات وشويه مشاكل في العالم كله، لكن بتبقى شخصيه الاهلي وفكره واسلوبه وادارته يعني بتقدر انها تعدي اي موقف، وده اللي بتكسب البطوله في الاخر. يعني ايه اهم المصاعب اللي واجهتك كابتن سيد وقدرنا نتغلب عليها؟ بص، يمكن طبعا يعني انت في الاول والاخر ممكن تبقى بتيجي بعض الاوقات ما بتبقاش انت في حالتك الفنيه المعتاده، يعني ده وضع طبيعي. يمكن بعد ما رجعنا من كورونا ما كناش الحاله زي ما قبل كورونا كحاله فنيه، يمكن تاثرنا شويه في مباراه الانتاج الحربي وثم مباراه بعدها بمباراتين كانت مباراه الزمالك. حاجات كتيره جدا ممكن تكون احنا اكيد مش ملائكه، اكيد في عندنا شويه نقط بنقف عندها وبنحسن نفسنا عندها، وفي حاجات ثانيه بتتصدر لك من حته ثانيه يعني. لكن في النهايه اعتقد يعني اللي بيديك البطوله دايما هي الروح الجماعيه، الروح اللي انت بتلاقيها سواء كانت الناس اللي موجوده في الملعب او اللي على الدكه او اللي في المدرجات او اللي بره خالص او المصابين، يعني هي دي اللي بتدي لك الهدف اللي انت عايزه في الاخر. يعني كل اللي انا عايز اقوله في الاخر يعني طالما انت الامر داخليا مستقر والدنيا كويسه فيه، طالما اسم النادي هو الاسم الكبير او الاسم النجم ان صح التعبير في التعامل مع كل المواقف، اعتقد هتوصل للنجاح. يعني بنقدر كل الناس وبنحترم كل الناس وبنشيل الناس وبنحطها ونخزنها كمان في مكانها وبنحطها في مكانها، لكن في النهايه لما تيجي تتعامل مع الاهلي كمان لازم تبقى عارف كويس قوي ان ده اسم كبير جدا جدا جدا، يعني سواء كان اللي كان موجود او اللي رحل او اللي مشي. يعني اعتقد ان اسم النادي ومكانته هي اللي بتمد منها البطوله. يعني من وجهه نظرك كابتن سيد، ايه اللي اتغير في النادي الاهلي مع مستر موسيماني الفتره الاخيره؟ بص، هو الراجل طبعا دماغه كلها كوره، بيفكر كتير جدا جدا في الشغل، بيبقى في حاجات كتيره بيتعامل فيها، التفاصيل الصغيره، الحاجات الصغيره الفنيه، الحاجات الصغيره اللي حوالين الفرقه. هو مصمم على طريقه لعب معينه، دايما بيقول يعني كلمه او عباره حلوه جدا، يقول لك العالم بيتغير في التكنولوجيا، كذلك كره القدم. يعني في حاجات بتبدا باشياء وبعدين تقول دي كانت من 10 سنين، من 15 سنه، من 20 سنه كان شكلها كذا، وبعدين مع تطور الزمن والعصر بقى شكلها كذا. التكنولوجيا كذلك الكوره، يعني ممكن في السبعينات والثمانينات، لا مؤاخذه طبعا على الناس اللي قاعده معاك بتتكلم كفكر، يعني انت يعني ممكن في السبعينات والثمانينات ممكن شكل الكوره بقى مختلف، طريقه مختلفه، الاداء مختلف، الرغبه موجوده والموهبه موجوده والقدرات موجوده، لكن اقصد في طرق اللعب او التحركات. يعني الراجل بيتعامل بالشكل مع الناس كلها، مفيش حد بيبقى انت في البوزيشن بتاعك وكل حاجه، لكن حركه دايما في ال 11 اللي موجودين. يعني دي الحاجات اللي هي بتبني من تحت، يعني مهما كانت الضغوط اللي عليك ولا الفرقه اللي بتقابلها ولا حاجه، لازم انت تفرض سيطرتك عليها، ما تستعجلش في الباص، طالما انت معاك الاستحواذ ومعاك الكره بشكل كبير، انت الامكانيه ان انت تحرز اهداف اكبر. يعني ايوه كابتن سعيد، وعلاقته باللعيبه دلوقتي؟ من الحاجات الايجابيه جدا والنفسيه اللي مش عايز اقول فارقه مع اللعيبه وبس، يعني انت بتقرب كل الناس. يعني هو مهم جدا في الكوره، وطبعا برضو كل الناس عارفه كده، ان انت يبقى المدرب في قدر من الحب الشديد جدا، وفي قدر من الاحترام الشديد جدا، وفي قدر كمان من الحذر. يعني دايما ده علاقه دايما المدرب باللعيبه، يعني هو الراجل بيجدها، يعني هو الراجل مش تفاهمي، لكن في نفس الوقت شخصيه قويه جدا، يعني عنده مرونه لكن في حدود الالتزام والمسؤوليه.
يعني ده مفهوم مهم جدا انه يوصل للعيبه. ايوه اكيد طبعا. في الفتره اللي هو جه فيها مستر موسيماني اكيد استعان بيك او بكابتن سامي قمصان، هل ما زال بيستعين بيك في بعض الفنيات انت وكابتن سامي قمصان حتى الان؟ لا يمكن انا دوري في الحته دي مش زي سامي، يعني كابتن سامي مقدم اللي مقدمها موسم هايل جدا جدا سواء كان مع فايلر في البدايه او حتى مع موسيماني في الوقت الحالي يعني. لكن هو كمان يعني سامي طبعا عامل شغل رائع جدا الحقيقه ويستاهل التحيه والتقدير لان هو واحد من الاسماء الهائله جدا على المستوى الفني والانساني. لكن الراجل كمان عنده درايه كبيره جدا بكل اللعيبه، يعني انا قلت قبل كده انه هيسهل لك مسافه كبيره جدا من الوقت والجهد والتحضير على اسماء اللعيبه وقدراتها، لان احنا اول محاضره واول اجتماع يعني كان بيشاور للناس انت كذا وبتلعب كذا وبتلبس رقم كذا، وكل الاسماء او 80% 90% من الاسماء عارفها وعارف القدرات بتاعتها وعارف امكانياتها، فدي سهلت كتير لان كل ما بيجي مدير فني يعني كان يحضر له الورق بالصور ويحضر له كان عدد اللعب والمشاركات وده بيلعب كذا والمركز المفضل بالنسبه له كذا وممكن نحتاجه بكذا، فبتاخد وقت طويل قبل ما هو يبدا يستوعب الحاجه دي، بتاخد في بعض الاوقات من اسابيع لشهور، لكن الراجل عنده الداتا دي كانت موجوده وحاضره، اعتقد انها سهلت له حاجات كتير يعني. ايوه كابتن سيد، احنا شايفين الفتره الاخيره ان الوصول للمعدلات الفنيه والبدنيه للنادي الاهلي عاليه جدا الفتره ديت، وبعدين بصينا لقينا امبارح ان مثلا الاتحاد الافريقي خلى نهائي البطوله يوم 27 نوفمبر، فالفتره الكبيره ديت لحد المباراه هل هتؤثر على مستوى النادي الاهلي من النواحي الفنيه والبدنيه؟ بص احنا يعني احنا كنا طالعين طبعا كمستوى فني وبدني زي ما حضرتك ذكرت ده كويس قوي، لكن في النهايه يعني عندنا بعض الحاجات دايما انا ببص في الحته الايجابيه للصالح، يعني عندنا بعض الحاجات اللي ممكن تبقى من التاجيل ده طبعا يعني اكثر فرقه كانت هتبقى اعلى لو المباراه اتلعبت يوم 6 هو الاهلي بالتاكيد يعني تمام، لكن في النهايه برضه في جزء ايجابي ممكن يبقى بالنسبه لنا ربنا سبحانه وتعالى حاطط لنا يعني في اليوم ده ان بعض المصابين يرجعوا، يعني انت عندك مثلا رامي ربيعه مستر الرحمن يبقى الفتره كويسه، كان عندك علي معلول لسه داخل امبارح يعني لكن الحمد لله ربنا كويس، يعني لا اقصد ان انت حتى لو في حاجه كانت ممكن تبان انها ضرر ولا حاجه لكن في ايجابيه ثانيه هي اللي انا هعتمد عليها يعود يعني حد من المصابين طبعا يعني المباراه يوم 27 ايا كان بقى الوضع انا اكنها موجوده يوم 27 ربنا سبحانه وتعالى يكتبها لنا باذن الله ونكون موفقين يا رب يا رب ان شاء الله وليله كبيره يعني. يا رب يا كابتن ان شاء الله. طمنا على استعدادات الفتره الجايه لحد ماتش النهائي. هو الراجل مدي اجازه بكره وبعده تمام، وبعد كده هيحدد هل يمتد يوم كمان ولا لا، هيقول لي يوم الاثنين عندنا يعني برضه انتظار هل في مباراه كاس موجوده ولا لا في الفتره اللي جايه، ما اعتقدش. هي هل مباريات الكاس ممكن تتلعب بدون الدوليين؟ لا ما اعتقدش، لا طبعا يعني بعد هل ممكن تبقى يوم 21 22 مش عارف يعني انت عندك مباراه 27 أيوة. لو ما فيش مباراه كاس يوم 21 ولا حاجه ولا وهتلعب على طول يوم 27 فهنحضر بقى يعني بعض هي وبعض المباريات اللي ممكن نعملها يعني باذن الله ان شاء الله. حابب تقول ايه لجمهور النادي الاهلي بعد التتويج بالرقم 42؟ الحمد لله طبعا مبروك عليكم وفرحه كبيره وفرحوا بناديكم وانتوا كمان يعني بتشجعوا اكبر نادي في افريقيا والوطن العربي كله وله مكانته العالميه طبعا، واحنا كمان حاسين بفرحتكم ورغبتكم وحماسكم ودوركم الفعال معانا سواء كان يعني ممكن ما يبقاش في المدرجات في الوقت الحالي لكن احنا حاسينه ولابسينه يعني، فانا عارف كويس قوي رغبتكم في البطوله الافريقيه واحنا كمان ان شاء الرحمن يبقى هدفنا واحد وطريقنا واحد باذن الله، ان شاء الرحمن ربنا يكتبها لنا باذن الله تعالى ونكون موفقين وتبقى فرحتنا كبيره كجمهور ومجلس اداره وجهاز ولعيبه يوم 27 ان شاء الرحمن البطوله الافريقيه باذن الله. يا رب ان شاء الله ونبارك لكم وتفرحونا وتشرفونا كمان في الاستوديو. شكرا جزيلا للكابتن سيد عبد الحفيظ